الأخير 9 نقاط. تشكيلة الفريقين: سود فريق نادي المرخية لابس اللون العنابي، هذه الكرة الطويلة الأمامية من البداية ولكن على طول إلى ضربة المرمى. سفيان بوفال لاعب منتخب مع انزونزي في اللعبة اللي فاتت، ضغط على طول نادي الريان، انطلاقة في نص الملعب على طول سفيان بوفال يطلع لفوق عشان يفضي مساحة لنفسه، بدل ما 4 5 لعيبة يتمسكوا بثلاث لعيبة نادي الريان بدأ يبقى كويس. هو ده الكلام المحترم، بدأنا على طول موقف 1 على 1. أدي بوفال يرجع خالد مفتاح، 3 من 4 في خط الظهر. نص الملعب على طول سفيان بوفال مع خالد مفتاح. سفيان بوفال قافلين عليه كويس، قافلين على سفيان كويس. سفيان بس مستقبلا يكون في مكانه، فدي حاجة من الحاجات الجميلة اللي بتفيد الحقيقة الأولاد مستقبلا من خلال التدريب ومستقبلا من أجل يعني أنه يكون لعيب كويس. 56% مقابل 4 ألعب أسامة الطيري، خالد مفتاح وسفيان بوفال، الواحد على واحد بتاعته ولعبته بيعملها كويس قوي، عملها جميلة. لكن أيوب عقية وثمان هجمات للريان، 1-0 النتيجة حتى الآن. بوفال 1 على 1 هيعدي هيفوت، عدى وفات، ولكن السكند بول نعم غطى عليه. يا ولد أكتر من كده لازم عبد العزيز حاتم وأسامة الطيري يكون ليهم دور هجومي، أو واحد فيهم يستنى وانزونزي هو اللي يبقى له دور ويدخل راس حربة تاني جنبي. لا قوي قوي بيفكر هيدي لمين الكرة، هربت. ادي على طول سفيان بوفال نجم مغربي ايضا، انطلاقة ناحية اليمين، عبد العزيز حاتم وقف واجل تاني على شماله. فين موفق الباك اليمين؟ فين موفق؟ والواحد صفر المبكر ادت فرصة للعب بهذا السيستم وبهذه الاستراتيجية. فاول على سفيان بوفال لصالح علي المري، زعلان. يعني هي من الاول فيها فاول على المرخيه، من الاول في فاول عشان كده هو مستغرب، ولما بقى فيها فاول وفي التحام هو حط ايده، ما يعمل ايه؟ هيودي ايده فين؟ مفيش مكان. ناحيه يمين مره قريب من بولي، ناحيه الشمال تاني من جديد. جميله جدا، ولكن قوي 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 اللعبه اللي فاتت، ولكن اعلى العارضه تقريبا يعني ب3 ياردات معموله من سفيان بوفال. روعة الحقيقة من الدوكالي. بوفال تاني والواحد على واحد، ومعاه يوسف هاني بلان يعدي بشكل أقصى اليسار من جديد. سفيان بوفال ويوسف هاني بلان الواحد على واحد، شوف الولد بيعدي ازاي يا لعيب يا كبير، يا سلام يا سلام يا سلام. أقصى اليسار فارجاس، بيروح فين فارجاس؟ بيلبس طاقية لخفة، بيلبس طاقية لخفة. بوفال النجم المغربي الكبير، نجم ساوثهامبتون السابق، نجم منتخب المغرب، رابع العالم في كأس العالم هنا في قطر. فرصة لنادي الريان ليتعادل بعد أن خسر في أول 4 دقائق. ضربة جزاء، بوفال يسجل، نعم نعم لا، فهو أحد هداف الدوري. سفيان بوفال حطها بقوة وبدقة على يمين حارس المرمى لؤي شريف. هيكبر هتكون إيه يا حبيبنا يا حبيبنا. سفيان بوفال يتعادل لنادي الريان 1-1. لعب لأكتر من نادي لكن بطل بدري شوية. أدي الانطلاقة تاني، سفيان بوفال هيعملها تاني ولا إيه؟ تاني ولا إيه؟ ولكن الضغط عليه، الضغط عليه وبقوة، وحكم اللقاء بيدي فاول لصالح نادي. كرة بتقرب من شباك نادي المرخية أكتر. الفاول كان برا ولا جوه؟ كان برا ولا جوه؟ الفاول كان أكيد تاني مرة، ولكن من ضربة حرة قبل كده كان بيلعبها فارجاس. سفيان بوفال ترتطم في الحائط على طول وتعود للنجم المغربي. سفيان هيعمل بالعرض تاني، لكن كل الكلام ده هيقرب اكتر واكتر. سفيان بوفال تاني عميقه هذه المره، مكان جميل بعرض الملعب. فرصه تاني، فرصه تاني، يا ولد عملها فارجاس، عملها واصبحت لصالح الريان التقدم. انطلاقة من جديد، سفيان بوفال لعيب كبير قوي قوي قوي، مفيش كلام. تاني على طول تروح الى لعيب 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 في اللعبة اللي فاتت، جميل. عبد العزيز حاتم تحول من الدفاع للهجوم، اقصى اليمين على طول بوفال، العرضية مش ممكن مش ممكن مش معقول. فرصة ثالث جول، يا جماله يا جماله يا جماله يا جماله، ما شاء الله عليه ما شاء الله. ادي بوفال والروعة، لكن برضه لؤي شريف الحقيقه وبايده الاثنين يوجهها على جنب من الاجناب.
برافو لؤي، ادي النجم المغربي اللي متعنا الحقيقه نص الملعب. سفيان بوفال شايل الماتش على اكتافه الحقيقه، بيفكرني بياسين الابراهيمي لما كان موجود في نادي الريان. بص بوفال بيعمل ايه، بص بص المتعه، بص المتعه، المتعه مع الكره الحلوه. خلاص مفيش حل قدام خالد رضوان غير اكتر. انذار لخالد رضوان، داخل خالد بايده بشكل واضح، وبعدها كمان رايح يعترض، ده اللي خلاه خد الانذار. الموسم الضربه الحره سفيان بوفال قصيره وضعيفه جدا جدا، ترجع تاني على طول خالد مفتاح الى سفيان بوفال. شوف اللي رايح له محضر نفسه، تاني على طول بيثبتك ويغير سرعته شمال يمين يا لعيب. اعود اليكم ان شاء الله معلق اللقاء مع مطلع الشوط الثاني. الزملاء الاعزاء خالد يبحث المرخيه عن التعادل. افكركم الريان ترتيبه لعبهم في الشوط الاول، الشوط الثاني نشوف مع بعض الانطلاقه. نادي الريان والواحد على واحد بتلعب دور كبير، الوكره يقصو على النادي الاهلي ويتقدم بالاربعه. الوكره يتقدم بالهدف الرابع، يتقدم الان للمركز الرابع برصيد 27 نقطه. انطلاقه تاني على طول، سفيان بوفال يلعب على المساحه اللي اتحرك له فيها كويس قوي اسامه الطيري. ولد صغير في السن وذكي جدا نشيط جدا، 20 سنه لكن بيلعب بعمر 30 سنه. ادي سفيان على طول من يوسف هاني بلان، خلي بالك ان عندك انذار يا يوسف. تاني على طول سفيان بوفال بيثبت ويعدي ويمر، عايز يعمل بالعرض ولكن على طول يا ولد خالد مفتاح. سفيان بوفال، سفيان الواحد على واحد يلعب بوش رجله الخارجي، مساحه جميله، زوايا الرؤيه عنده ممتازه الحقيقه. ادي تاني على طول سفيان بوفال، هناك وثلاثة أهداف، هنا تسع أهداف في مباراتين حتى الآن، فات ساعتين، ساعة من كل مباراة. الشريك نمرة ثلاثة، إذا استلم ملف اديله السكة أو الزاوية، ممكن يكون طلوعه بزاوية أفضل من كده. استلم بحركة بدوران سفيان بوفال، طويلة أمامية على طول إلى يوهان بولي، الحارس كان طالع غلط، وادي بولي يسوق، لكن حارس المرمى لؤي الحقيقة كان في المكان المناسب، في المكان المناسب، فوت وورك عنده كويس. صاروا النهارده على الاهلي لو انتهت المباراه بالانتصار، وادي الانطلاقه على طول، لكن لؤي طالع في توقيت مناسب جدا. انزونزي يروح على طول ناحيه شمال سفيان بوفال، الراحه اللي اتعملت دي اوهو، ولكن على طول على عزيز المشاهد، لكن الواحد بيصعب عليه يقول على لعيب يعني هو اللي غلط في دي، هو اللي ضيع دي، بس هي بتبقى كده. ادي الانطلاقه، لعيب كبير، يا لعيب يا لعيب لعيب. يبقى سواريز نجم تشيلي عظيم، ويبقى سالس، فاكرين سالس وزامورانو نجوم الكبار. عطلته شويه لكن لعيب كبير ما فيش كلام. ادي الانطلاقه الثانيه على طول سفيان بوفال، نجم الشوط الاول، نجم الشوط الاول في مساحات ضيقه، امال ايه؟ على طول سفيان بوفال، شوف ثلاثه قفلوا عليه ازاي. نزونزي برضه سفيان بوفال، بص 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 ريح شويه وجاي في صحته وقوته. رات المدرب عبد الله مبارك اللحظات الاخيره دفع بلاعبين بسمات هجوميه، ما يقول لك انا لما اخسر 3-2 زي ما اخسر 4-2 ما عنديش مشكله، لكن اعمل تبديل في مجازفه ممكن اروح اسجل هدف التعادل. سفيان بوفال وجوده مكسب كبير للريان الحقيقه، وانضم خمس ست جوان. سفيان بوفال كابتن ونجم كبير، جمهور بيحييه، بيخرج في وقت مناسب، وبيتم الدفع بمحمد